كانت والدتي كنت سأكتب رواية حقادة. توقفت وكتبت هذه الرواية تروي حياة والدتي، والرواية متوفرة في الجزائر في بعض المكتبات. ماذا قلت في رثاء والدتي؟ المشكلة أني عشت في بريطانيا وعشت بعيد عن والدتي وتوفت وأنا هناك، فتعرضت لصدمة حقا، ثم أدركت قيمة الوالدة. وهذا ما قلته في البداية، لا يدرك قيمة الشيء إلا من فقده، فأنا أنا أدركت قيمة الوالدة بعدما فقدتها. عبارات وعبر، عبارات أذرفها عليك أمي وأعبر بها عن بؤسي وهمي، لرحيلك عني المحزن المؤلم المر المعذب القاتل كالسم. كيف ترحل أعز الأحباب فتذهب بعيدا بدون إياب، فيتوالى جسدها الخلاب ويتآكل ويزول في تراب. كيف ترحل اليوم عني من كانت بحنانها تغمرني، بدمعها تقبلني وتعانقني، وبدمها ترعاني وتصونني. صورة وجهك، صورة وجهك تدمرني، وابتسامة شفتيك تقتلني، ورنة ضحكتك تعذبني، وصدى صوتك يمزقني. وداعا 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 أمي الحنون، الدنيا من بعدك ستكون بلا متعة أو أمان أو عون، بلا نور أو طعم أو لون. ثم هنا في هذا المقطع القصير أشاهد أمي من اللحد تحدثني. فماذا تقول لي أمي؟ تقول لي: من لحد قال صوت ودود، آسفة حان أجل الموعود، وداعا وداعا أنا ذاهبة ولن أعود، فكونوا أشداء كالأسود، احذروا الجدل والخصام والجفاء والعدوان والانقسام، وانشدوا العيش في سلام في وحدة وفي حب ووئام. هذه هي بني سنة الوجود، فيها صرخة طفل مولود وألم آخر راحل مفقود، ولله وحده الملك والخلود. كفاك دموعا يا صغيري، انتهى أمري هذا مصيري، تحلى بالحكمة والصبر ووصل مشواري غير. الله يرحمها ويوسع عليها ان شاء الله، ورحمة تنزل على كل الامهات بحول الله تعالى يرحلوا علينا، ورب يطول عمر كل الامهات اللي ما زالهم حيين ان شاء الله. شكرا لكم معنا في هذا الصباح، نشكرك على حضورك معنا. شكرا لاستضافتكم.